مدينة سيواس. حكم الحيثيون المنطقة اعتباراً من سنة 2600 قبل الميلاد، وبرزت سيواس في الفترة الرومانية، حيث قام القائد الروماني بومبي العظيم بتأسيس مدينة ميغابوليس في زمن يوليوس قيصر، ثم أصبح اسمها سيباستا وهو الاسم الإغريقي لسيواس. أصبحت بعد ذلك عاصمة أرمينيا الصغرى تحت حكم الإمبراطور الروماني ديوكليتيانوس. بعد معركة مالاذكرد بين السلاجقة والبيزنطيين، آل حكم سيواس إلى التركمان من آل داشموند بقيادة أميرهم غازي الدانشمندي. بعد وفاة غازي شهدت سيواس مرحلة صراع على السلطة بين أبنائه، انتهى بتولي ابنه نظام الدين ياغي. اعتباراً من سنة 70 و500 استولى السلطان السلجوقي قلج أرسلان الثاني على المدينة، وأصبحت سيواس عاصمة للسلاجقة لفترة زمنية قصيرة إلى جانب عاصمتهم قونيا، وأصبحت مركزاً تجارياً مهماً على طريق الحرير. بعد السلاجقة تغلب على سيواس العثمانيون بزعامة السلطان العثماني بايزيد الأول سنة 1800 هجرية، ثم دخل تيمور لانك إلى المنطقة ودمرها وقتل السلطان بايزيد، لكن العثمانيين تمكنوا من استردادها وأصبحت مركز محافظة رام. سنة 1338 هجرية عقد الأتراك مؤتمراً لمجابهة الاحتلال الغربي لتركيا في سيواس، وعين كمال أتاتورك رئيساً للمقاومة الوطنية. وبعد إعلان الجمهورية التركية أصبحت سيواس من مدنها.